صباح الخير من قلب السليج، السليج ايه؟ من قلب السلوج، من قلب الصقيعة. الواحد من ساعة بقاش عارف يتكلم. حبيت بس اوريكم النهاردة كده الصبح كده شكل المنظر في الشارع عامل ايه في روسيا. هنا العربيات كلها، اللي عنده عربية ده بيتعب قوي بصراحة هنا، يعني عشان يقوم الصبح قبلها بساعة ينظف عربيته من التلج. اولا في عربيات تبقى كلها متغطيه ابيض، فالواحد ما يعرفش عربيته اساسا من كتر التلج اللي عليها، بعد كده ينضفها بقى كلها من التلج يعني. فحبيت بس اوريكم المنظر هنا عامل ازاي الصبح بدري كده، يعني مش بدري قوي ولا حاجه، يعني الدنيا كلها تلج هنا، بس المنظر تحفه، يستاهل يعني، يستاهل الواحد يشوفه ويجي فيه، لكن ما يعيش فيه على طول بصراحه، لان الواحد هيتجمد لو عاش فيه على طول. دي العمارة اللي انا ساكن فيها في الدور العاشر. ودي محطة الاوتوبيس او بيسموه التراليبوس. لا بس الجو الساعة حلو برضو. الحر حلو، لكن الساعة برضو لها مزاياها يعني. ده الشارع الرئيسة. صباح الخير من أسقع نقطة في الأرض، روسيا.